أهلا بكم من جديد. من بين مبادرات تمكين المرأة للمواقع القيادية، تبلورت في الإمارات مبادرة المرأة القيادية لتفتح عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتفتح الأبواب أمام إماراتيات أثبتن كفاءتهن وقدراتهن على ممارسة أدوار القيادة. تجربة الإماراتية عائشة الخاجة واحدة من هذه التجارب الناجحة. نتابع تفاصيل حكايتها مع مصطفى سكحال. أكثر من ثلاثة عقود توالت وعائشة السيف تواصل مشوارها في تربية الأجيال والشباب، وهي اليوم تقود فريقها في مهمة صعبة وسط تحولات طرأت على واقع الحياة وظروف المجتمع. التربية مثل الجذور ولا مثل البذرة، كيف أن هاي البذرة تكبر تصبح إذا جذور، الجذور جذع والجذع يتحول إلى أوراق، والأوراق هاي تظلنا نحن كلنا لو كانت هاي الأوراق والثمار مثمرة نحن كلنا نستظل تحت هاي الجذور والمظلة هاي ونكون ناس متميزين. فهناك كثير من الأدوار مطالبين فيها الآن بالذات القيادات المدرسية على مستوى العالم العربي من أجل حماية شبابنا وأبنائنا أنهم ما يتطرفون على هالأفكار الدخيلة علينا. في ناس ما عندهم وطن يتمنون يرفعون علم دولتهم. إذا ما كان في تحديات ما راح تكون هناك في نجاحات، وأحلى طعم للنجاح لما يجي بعد تحدي بعد عناء بعد ما أنت تكون مصر. إذا أنت صاحب رؤية وصاحب فكرة وصاحب هدف حقيقي أنت لازم تدافع عن هذا الهدف، وكل ما أتيت من قوة. تولي عائشة كل الاهتمام والعناية لوظيفتها التربوية، فقد لدتها ثقة المسؤولين إدارة جائزة مخصصة للمجال التربوي. هاي الجوائز وجدت من أجل خلق روح التعاون بين أسرة المدرسة بين المجتمع، أن نحن نطلع مشاريعنا خارج أسوار المدارس، ما نحن المجتمع المدرسي مش بعيد عن المجتمع الخارجي. وفي ظل ما آلت إليه أوضاع الناس في المنطقة العربية، تقف عائشة موقف الناظر المتفحص لما يحدث في حياة شباب غرر بهم. ما حد يعرف قيمة الوطن إلا اللي فاقد الوطن. يمكن أنا إذا بتكلم في هالمجال يمكن وايد ما بسكت، لأن أنا حاسة بمعاناة الشعب اللي برا. أحس يمكن شبابنا مو بحاسين يستوي اللي برا، فاللي يشوف لازم يتأثر، لازم نتأثر كيف إنسان كان عايش ملك في بيته، أسرته حتى لو كانت غرفة واحدة مستقرة ونايم، الآن أين هو الآن؟ لاجئ في البحر يغرق ليش؟ جمعت بين اثنين رقة الأنوثة وعلو الهمة، تبنت طموحات مجتمعها، فكان لها الدور البارز في تحقيق أحلام الأهالي تجاه تربية أطفالهم ورعاية فئات أخرى. ما يختصر حكاية عائشة سيف اليوم أنها تحظى باحترام وثقة لدى عامة الناس، لأنها لا تركن للراحة والفتور في سبيل خدمتهم. من الشارقة لليوم على الحرة، مصطفى سكحال. شالخاجة التي بدأت مسيرتها في مجال التعليم عام 1985 حصلت على العديد من الجوائز الهامة، من بينها جائزة أفضل امرأة إدارية على مستوى الوطن العربي.